تجميد أي نشاط رياضي بلد الكبرانات. السلام عليكم، تحياتي للجميع. يكون بعض منكم شاف بلاغ شديد اللهجة من الاتحاد الإفريقي لكاف بعد الفضيحة ديال الكبرانات في افتتاح ديال الخان الجزائر. حاشا يكون هذاك الشان، هذاك الخان ديال الجزائر بعد الفضائح اللي داروها في هذا الافتتاح هذا، بعد ما دخلوا السياسة بطريقة فظيعة في هذا الافتتاح هذا. اليوم كيصدر بلاغ عن الاتحاد الافريقي ومع الفيفا، وهذا الشيء كيوضح بان غيكون تجميد اي نشاط رياضي في بلد الكبرانات. مع الاسف الشديد هما اللي دخلوا راسهم في هذه الورطه هذه بعد ما دخلوا السياسه في الرياضه، بعد ما جابوا داك المرتزقه ديال الحفيد ديال منصور مانديلا لمتابع قضائيا عالميا مجموعه من الجرائم، ولكن بالاموال ديالهم جابوه باش يدوزوا به ميساجات سياسيه اللي غتورطهم الان مع لاكاف والفيفا. وكذلك كما شفتوا جيشوا المراهقين لسب المغرب والمغاربه في هذا الافتتاح هذا، اللي كانت مجموعه من الفيديوهات اللي كتوضح هذا. وكذلك دخلوا اعلام جمهوريه الوهميه بالعجاج والكراتن والغبابر، ديك اللي كيسميوها هما جمهوريه، انا اي جمهوريه كيتكلموا، دخلوا الاعلام ديالهم تما واحد الطريقه تقول هذه ماشي دوله ديال الجزائر ولا ديال الكبرانات، ولا تقول دوله ديال ما شنو كاع. دخلوا داك الاعلام مع الاسف المباراه، وكان سب للمغرب للشعب المغربي واحد الطريقه فظيعه اللي كانت كتوضحوا مجموعه من الفيديوهات. نبداو بداك المرتزق حفيد منصور مانديلا، حاشا باش يكون حفيد ديال منصور مانديلا. منصور مانديلا اللي استعن بالمغرب باش الثوره ديالو اللي كان دار في جنوب افريقيا، هذا الشيء كيوضحوها مجموعه من الفيديوهات اللي هضر عليهم هو، اللي وضح بان المغرب هو اللي عاونوا ضد داك العنصريه اللي كانت في جنوب افريقيا، اللي كان على راسها صاحب جلاله حسن الثاني، وكذلك المرحوم الخطيب، هما اللي عاونوه باش يحرر بلادو من العنصريه بالسلاح وبالاموال. مجموعه من الاشياء، راه كاين فيديو ديال منصور مانديلا كيوضح هادشي هذا. ولكن الكبرانات بغاو يورطوا راسهم، ها هما ورطوا راسهم مع داك المرتزق ديال الحفيد ديال مانديلا اللي جابوه بالمال اللي شراوه باش يجي يمرر امور سياسيه في افتتاح ديال الدوره ديال الشان اللي كينظمها الاتحاد الافريقي. كما كتشوفوا كتعرفوا لا الفيفا لا الاتحاد الافريقي يمنع منعا تاما تكون سياسه في الكره، ولكن هما حاولوا يدخلوا السياسه في الكره، وهذا الشيء ورطهم لواحد الدرجه لا تصور، وهذا الشيء غتكون عليهم عقوبات كبيره. وكذلك سيتم تجميد اي نشاط رياضي في بلد الكبرانات، لان ما عرفوش كيفاش يسيروا الامور ديالهم، كيجيشوا المراهقين، كيجيشوا الاعلام
كيهضر بواحد الطريقه، اش غنقول لكم، واحد الطريقه تقول مع شنو كاع، ولكني راهم تورطوا واحد الورطه راه ما غاديش يخرجوا منها، ورطه فظيعه مع الاتحاد الافريقي مع لاكاف وكذلك مع الفيفا، لان رئيس الفيفا كان تما وشاف بعينيه شنو وقع، وهذا الشيء كيورط الكابرانات غيطيحوا في مشاكل كبيره كبيره جدا. هاد الناس هادو ما بغاوش يحشموا، كيورطوا الشعب ديالهم وبلادهم، كيستحمروا الشعب ديالهم بواحد الطريقه مستفزه. انا الله يحسن عاون الشعب الجزائر مع هاد الناس هادو، راه وصلوهم لواحد الدرجه اضحوكه، اصبحوا اضحوكه للعالم، العالم باسره كيهضر عليهم، ولاو كيتعاملوا بواحد الطريقه مهم ما مستفزه بواحد الطريقه. هاد الناس هادو راهم تورطوا، ما بقاش، انا ما كنظنش كيبقى شي دوله تما، ولاو غير الكابرانات. كذلك كما شفتوا ملي كان الفيفا بغى يستقبلوا رئيس الفيفا، استقبلوا زعما الرئيس ديال الكابرانات، وشكون اللي كان تما؟ كان رئيس الاركان ريحه، كان وزير الداخليه، كان وزير الرياضه، الجنرالات، ورئيس رئيس الفيفا ورئيس لاكاف بقاو غير كي شنو هاد الشيء، شنو واقع هنايا، اش التعامل هذا، اش هاد الشيء. الحقيقه خصو يكون غير رئيس الاتحاديه ديالهم هو اللي استقبلهم، هو كما دار القجع حفظه الله، كما شفتوا مشاو للمغرب استقبلهم القجع بوحده، ما تدخل لا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لا وزير الرياضه، لا وزير الخارجيه، لا وزير الداخليه، ولا شيء، لان البروتوكول هادشي اللي كاين كيبقى في مستوى رياضي، مستوى ديال الكره القدم. يستقبلهم رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، اما هما كيدخلوا كل شيء، جا رئيس لاكاف خصهم يستقبلوه كاملين، دخل هذا، دخلوا رئيس الدوله، رئيس واش من دوله، رئيس الكاب، ماشي الكاب، رئيس وصافي، راه دميه دايرينو تما وصافي. نكونوا واقعيين، ما كاين لا رئيس لا شيء، اللي كيحكم هو الكابرانات، هما اللي كيحكموا داك الشيء، القريحه وهذوك التابعين ديالو هما اللي كيحكموا، اما هذاك غير دميه بين يديهم، ما كاين لا حكم ولا شيء. وهنا هاد الناس كيتورطوا، غتكون عقوبه قاسيه، وسيتم تجميد اي نشاط رياضي في هذا البلد بعد ايام قليله. وحنا انتما غتشوفوا شنو غيتسلط عليهم من العقوبات، لا من الاتحاد الافريقي لا من فيفا، لان فيفا ما كتسامحش في هذه الامور، هذا باش تدخل امور سياسيه في هذه الامور هذه. وراهم تورطوا واحد التوريطه اللي ما كايناش، هما كيقولوا راه غتكون العقوبات على المغرب، انتم غتشوفوا العقوبات على المغرب. حنا عندنا في المغرب الناس ادميغا وكنفتخروا بهم، كيعرفوا كيفاش يتعاملوا. القجع ورطكم، تورطتوا لواحد الدرجه لا تصور، وهذا الشيء اللي غتشوفوه الايام المقبله. واخا داك الشيء ديال الاعلام ديالكم، القجع القجع دار القجع فعل القجع 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 واقف ليهم هنا، القجع راه غيخرج عليكم، القجع غيورطكم مع الالم، القجع ردكم اضحوكة للعالم، ردكم اضحوكة للعالم القجع. وكنحيي القجع لان كيعرف اش كيدير للسلطات المغربيه، وكنحيي الجميع، ونتمنى الشعب الجزائري يخرج من هذه المحنه مع هاد الناس، يجوا الناس حكماء، الناس في المستوى اللي غيحكموا هاد البلاد. هذا هادشي اللي كنتمناو حنايا، نتمناو ازدهار الشعب الجزائري، ولكني الا بقاو هاد الناس هكا راه عمرها الجزائر غدير شي حاجه، ولا غتمشي لقدام مع الاسف الشديد. ونتمنوا الخير للجميع، وتبارك الله عليكم، حفظكم الله ورعاكم، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.